وطبعا اتحدى سعيد الكبيسي انه يسوي اللي انا سويته، واتحداه يتكلم عن كيف اول يوم عرف اني انا اقرب له. عبد الله عرف انه اقرب لي من زمان، بس يعني اول مره يعني سولفت وياه كانت في البطوله، عرف انه اشوف العزايم وهالسوالف، بس يعني ما سولفت وياه. السلام عليكم، انا سعيد الكبيسي من نادي الوحده، ادرس اي تي في كليه التقنيه. صراحة مدريد، سجل ريال مدريد من 1997، أقوى هريف، فايزين الدوري الإماراتي 4 مرات ومرتين الوصيف، صراحة أقوى هريف صراحة في الخليج. أنا عادي الصراحة، يعني أي حد يجيني يسبني أقول لا الله يسامحك، صراحة أنا ما أعصب، ليش أعصب؟ في شيء صار خلاص بتعيش معه، ليش تعصب؟ ما يحب. حارب اسهل واحد، يعني دش يتفلسف 20 ثانية رمباط الامور سهالات، يعني حارب ايزي، دوم يتفلسف يخسر كل مرة، كل مرة افوز عليه صراحة. اطول البرج برج خليفة، الهول كبار نادي العين، شو تأكد صح؟ آكل أكلة واحدة يعني كل يوم آكل منها؟ إيش لها؟ ذبيحة كل يوم ما يجي. حتى لو متنت والله سوي كرشيت بسوي مثلث، انا ما عندي مشكله نزل وزن، ما قالوا كله لا تنزل وزن، كله نزل وزن. اليوم اذا اسوي دايت اكل شوي بس ايش له اني اطير، اكون اذكى واحد في العالم، ان تكون عندي 100 امنيه زياده على الامنيه الاخيره، سكيور يور لايف. شيء لازم اخليه يجرب الاكل شيء مكبوس يدقه بالخمسة، انا اعرف انه هو دلوع شوية ما ياكل، بس نعلمه لبسه غترة لبسه كندورة، وبي راح يجيب لي كندورة شيء مبطل الاقمع، قسم بالله كانه ما ادري شو، انا بضبطه خليه محترم مثل احبابي بيستوي. وصلنا نهاية الحلقة، وأتمنى أن الحلقة عجبتكم، وأتحدى محمد العامري يجي مكاني ويقول منو أحسن مدرب عنده، يعني دربه في حياته، أبغى أعرف أنا، صراحة ما أعرف.